مودس تؤكد أن سلسلة المبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة والبنك المركزي ستسهم في تحفيز النمو الائتماني. المعدن الأصفر يتراجع في انتظار المستثمرين لإيضاح بشأن خطورة فيروس في الصين. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبة جديدة تستهدف أفرادا وشركات مرتبطة بقطاع النفط الإيراني. مرحبا بكم. موعد نشاطنا الاقتصادية المفصلة تأتيكم على شاشة النيل. أوضحت مؤسسة مودز العالمية للتصنيف الائتماني أن سلسلة المبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة والبنك المركزي ستسهم في تحفيز النمو الائتماني. كما ثمنت مودز المبادرة التي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة لدعم قطاع الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه سعيا إلى تحفيز القطاع الخاص. ورأت مودز أن الخطوات التي تخطوها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي بغية الارتقاء بالاقتصاد الوطني نجحت في إنعاش قطاعات حيوية مثل قطاع التصنيع والطاقة والزراعة والسياحة التي تعد أحد أهم مصادر الدخل الأجنبي للبلاد. تبين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى مستوى 13728 نقطة. هذا وقد وصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية إلى مستوى 697.26 مليار من 100 مليار جنيه. والمزيد من متابعة التحليل ينضم إلينا هاتفيا أستاذ أدهم جمال الدين. أستاذ أدهم بعد التحية، كخبير لأسواق المال ومحلل ومتابع عن كثب، كيف تقيم أداء البورصة في الأسبوع المنقضي خاصة أن الشكوى من قلة وشح السيولة لا تزال مستمرة؟ تمام، أهلا وسهلا بحضرتك. الأول حياتنا من الأسبوع اللي فات وصل للمؤشر يعني تحركات برضو بشكل عرضي على الأجل القصير، وصل المؤشر لمستوى المقاومة 14000 نقطة، وبدأ يشهد المؤشر والأسهم عملية جني أرباح، خصوصا أن الوصول للمستوى 14000 نقطة كان بسبب سهم البنك التجاري الدولي وباقي الأسهم كانت بتتراجع. فالتراجعات وصل بالمؤشر ان هو ينزل تحت 13700 نقطه، ده كان مستوى دعم وعمل دعم كون دعم جديد قرب 13630 وبدا ان هو يرتد. ده اللي احنا تابعناه الاسبوع اللي فات. جلسه الخميس الماضي او نهايه الاسبوع الماضي كانت جلسه جيده بالرغم من ان هي اغلقت على او في المنطقه الحمراء يعني، ولكن الأسهم بصفة عامة كانت شكلها كويس وكان الأداء جيد، وده كان ظهر على بقية المؤشرات اللي بتقيس السوق زي إي جي إكس 50 وإي جي إكس 30 كاب وهيرمس لاست تريد إندكس. فغالبا الأسبوع اللي جاي عندنا إن شاء الله حركة كويسة بإذن الله. طيب أستاذ أدهم، يعني مبادرات البنك المركزي والحكومة في دعم قطاع الصناعة والسياحة والقطاع العقاري متواصلة، والآن مؤسسة مودز التصنيف الائتماني بتشيد بهذه المبادرات ونجاح هذه المبادرات في زيادة الإصلاحات ونجاح الاقتصاد المصري، إلى أي مدى تؤثر هذه الإشادة على أداء المؤشرات وجلب أموال مباشرة وساخنة أجنبية؟ تمام، هو عموما إشادة مؤسسة مودز
دي بتدعم الإجراءات اللي بيتخذها البنك المركزي والحكومة في صالح دعم الاقتصاد، وبتعزز كمان من رفع الثقة للمستثمرين خاصة الأجانب زي ما حضرتك ذكرت. بتعزز الثقة دي في إن الدولة بتسعى دائما إلى تحقيق نموه بشكل عام من خلال دعم الصناعات والشركات التسهيلات والمبادرات المختلفة زي المبادرات الأخيرة اللي شفناها واللي قد نرى العديد منها خلال العام الجاري 2020. طيب. طبعا اللي زي ما ذكرنا ده بيعزز دايما الاجانب لما تيجي تقرا تقرير عن مصر دايما بيبقى الحاجات دي بتدعم الثقه في الاقتصاد وبتجذب السيوله في النهايه. طيب استاذ ادم، مع حاله الحذر والاداء اللي بيتسم بشكل من اشكال التخوف، يعني تتوقع ماذا في الاسبوع القادم سواء عن اداء المؤشر او عن ارتفاعات الاسهم الحقيقيه؟ تمام، الاسبوع اللي جاي انا متوقع ان شاء الله يبقى عندنا مستهدفات الحركة العرضية قصيرة الأجل قرب ال 14000 نقطة، يعني عموما الحقيقة هتبقى حركة عرضية ما بين ال 14000 نقطة و 13630. المنطقتين أو الرقمين اللي اتكلمنا عليهم دول هيبقوا رقمين مهمين جدا خلال الأسبوع الجاي، اختراق أي منهم هيؤدي إلى حركة في نفس الاتجاه. عموما أنا بصفة عامة حتى لو الاختراق جه سلبي احنا شايفين إن السوق بيخش في مرحلة تجميعية، وقد تظهر القوة الشرائية بشكل مفاجئ خلال الفترة المقبلة، وده أنا بحب يعني أنوه عليه إن المسلمين لازم يكونوا متابعين الفترة المقبلة للشاشات التداول، لأن من المتوقع إن القوة الشرائية تظهر وتظهر كمان بشكل مفاجئ. عندنا مستهدفاتنا 2020 قصدي 15000 وتمتد ل 16500 طول ما المؤشر اي جي اكس 30 واقف أو ثابت فوق 13000 نقطة. بإذن الله يكون الأسبوع الجاي بإذن الله نشوف الطريق لأعلى. أستاذ أدم جمال الدين خبير أسواق المال، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، كنت معنا على الهاتف. صرح وزير الإسكان عاصم الجزار بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ يوم الثاني من فبراير المقبل وحتى الثاني عشر من أبريل القادم بتسليم 552 وحدة سكنية بمنطقة الأندلس، 70 عمارة وذلك من وحدات المرحلة الأولى كود 123، كما سيتم تسليم الوحدات المتبقية بالدورين الأرضي والأخير بالمرحلتين الأولى والثانية كود 423 بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بالمرحلة الأولى للفائزين بها. وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث بخطاب البنك لتسجيل البيانات واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة. انطلقت فعاليات المنتدى الخامس لحوكمة الإنترنت الدولي الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وذلك بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، حيث ناقش المؤتمر عددا من القضايا منها سياسات الإنترنت وكيفية تحقيق الدمج والتنوع والتحول الرقمي في المجتمعات العربية والتعرف على الخبرات الدولية. الأولوية والقضايا المتعلقة بسياسات الإنترنت وأهداف التنمية المستدامة. انطلقت فعاليات المنتدى العربي الخامس لحوكمة الإنترنت وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية. المنتدى الخامس لحوكمة الإنترنت وهو على غرار المؤتمر الدولي لحوكمة الإنترنت، وهناك منظمتين مظلة هي الإسكوا الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في هذا العام بتستضيف المنتدى الخامس، لما تساهم فيه المنظمة في تفعيل دور الحوكمة بشكل عام والحوكمة في الإنترنت بشكل خاص. شارك في المنتدى عدد من الخبراء من عدة دول عربية وأجنبية، وتم مناقشة تجارب الدول العربية في التحول الرقمي. استراتيجية هي ارتكزت على عدة محاور: إيجاد البنية الأساسية، القوانين والتشريعات، إضافة إلى بناء القدرات وصناعة المحتوى الرقمي، أيضا إلى تركيز أحد محاورها الأساسية اللي هو أمن المعلومات، بالإضافة إلى التوعية الرقمية. فهذول كانوا أهم المحاور في استراتيجية عمان الرقمية.
نحن ازاي بنهيئ المجتمع كوزارة اتصالات مسؤولة مع مختلف مؤسسات الدولة في عملية التحول الرقمي، لان التحول الرقمي مش بس يعني عبارة عن ميكنة او هو غاية في حد ذاته، لكن هو وسيلة لرفع كفاءة المؤسسات الدولة المختلفة ولتطوير المؤسسة. يشمل المنتدى عدد من المحاور الرئيسية، منها المشاركة في صنع السياسة العامة الدولية للإنترنت من حوكمة الإنترنت إلى التعاون الرقمي والأمن السيبراني، بالإضافة إلى مناقشة عدة مواضيع مشتركة منها المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتأثير الاجتماعي والإنساني للإنترنت والتنمية البشرية وبناء القدرات والأطر التشريعية. يأتي المؤتمر في ظل التحول الرقمي السريع الذي يشهده العالم، ليسعى إلى تحقيق الدمج والتنوع والمحافظة على الأمن السيبراني لمساعدة المجتمعات العربية على التحول الرقمي السريع من خلال نقل الخبرات الدولية. منذر أبو دوح، النيل. شدد وزير المالية اللبناني على أن حكومة بلاده الجديدة طمأنت المانحين الدوليين بشأن جديتها حيال تنفيذ إصلاحات لمواجهة الأزمة المالية. تأتي تلك التصريحات في وقت تسعى فيه الدولة مبدئيا لتدبير قروض ميسرة تصل إلى 5 مليارات دولار لتمويل مشتريات من السلع الأساسية. وحصل لبنان على تعهدات تجاوزت 11 مليار دولار، وذلك من أجل برنامج لاستثمارات البنية التحتية في مؤتمر دولي في 2018، لكنها كانت مرهونة بإصلاحات فشلت الحكومة السابقة في تطبيقها. أظهر بحث أجراه بنك التسويات الدولية أن عددا متزايدا من البنوك المركزية من المرجح أن تصدر عملاتها الرقمية الخاصة بها خلال السنوات القليلة المقبلة مع تعاظم الاهتمام بالتكنولوجيا. وأضاف البنك أن نحو 20% من 66 بنكا مركزيا شملهم مسح بنك التسويات من المرجح أن تصدر عملة رقمية في غضون الأعوام الستة المقبلة، وذلك ارتفاعا من حوالي 10% قبل عام. كانت 5 بنوك مركزية من بينها بنوك اليابان وبريطانيا ومنطقة اليورو قد كشفت عن نيتها في التعاون معا للنظر في جدوى إصدار عملات رقمية. في أسواق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب في الوقت الذي يسعى فيه المتثمرون للحصول على تفاصيل بشأن مدى خطورة فيروس في الصين، وذلك بعد أن أحجمت منظمة الصحة العالمية عن إعلان التفشي كحالة طوارئ عالمية. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2% ليصل إلى 1564.24 دولار للأوقية، ونزلت الفضة بنسبة 1% لتصل إلى 17.79 دولار. وتتجه صوب التسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل ديسمبر بنسبة 1.1%، بينما استقر البلاتين عند 1086.86 دولار للأوقية. وننتقل إلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد انخفاض مخزونات الخام الأمريكي، لكنها تتجه لتسجيل انخفاض كبير في الأسبوع في ظل مخاوف بشأن احتمال انتشار فيروس كورونا، مما قد يكبح السفر والطلب على الوقود والأفاق الاقتصادية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنت ليصل إلى 62.35 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ب 31 سنتا ليصل إلى 62.35 دولار للبرميل، حيث صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنت مسجلة 55.86 دولار للبرميل. قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ونواتج التقطير انخفضت في حين زاد مخزون البنزين. وهبطت مخزونات الخام 405 ألاف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 17 يناير ليصل إلى 428.1 مليون برميل، بينما توقع المحللون انخفاضها بنحو 1 مليون برميل. كما تراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بنحو 53 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع قائمة العقوبات على إيران، وأضافت الوزارة أن العقوبات شملت شخصين وست هيئات إيرانية من بينها مؤسسات مرتبطة بشركة النفط الإيرانية.
وصلنا إلى ختام نشاطنا الاقتصادية المفصلة، بقيت تذكرة بأبرز ما جاء فيها. موديس تؤكد أن سلسلة المبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة والبنك المركزي ستسهم في تحفيز النمو الائتماني. المعدن الأصفر يتراجع في انتظار المستثمرين لإيضاح بشأن خطورة فيروس في الصين. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة تستهدف أفرادا وشركات مرتبطة بقطاع النفط الإيراني. تأت نشرتنا، دمتم في أمان الله.